اهلا بيكم على منصه الاسطوله التعليميه ومعكم ساميه خيرات في الدرس الجديد اللي بنتكلم فيه على محافظات مصر. طبعا هذا الدرس ده مهم جدا اللي بيكلمني على محافظات بلدنا. طيب انا عايز اعرف دلوقتي يعني ايه كلمه محافظه؟ هي مساحه من الارض فيها مجموعه من ايه؟ من الاحياء او المراكز. وعندي كمان يا ولاد حاجه اسمها حدود اداريه وحدود دوليه، ولازم اعرف ما الفرق بين الاثنين. الاداريه يعني بتفصل ما بين محافظه ومحافظه، اما الدوليه اللي بتفصل ما بين دوله ودوله. عندي كمان اكبر محافظه عندي واصغر محافظه عندي. طب اكبر محافظه عندي ايه؟ الجنوب. طب اصغر محافظه النار. عندي حاجه مهمه قوي لازم اعرفها وهي محافظات البحري والابن محافظات البحري. اتكلم كمان على اختيار القاهرة عاصمة مصر، أو بالتحديد مدينة القاهرة ليه هي عاصمة مصر؟ عندي أسباب كتيرة، أولها إن هي فيها كل الوزارات، عندي كمان فيها معالم سياحية كتير زي مثلا إيه كده؟ زي قلعة صلاح الدين، عندي كمان الكنيسة المعلقة، عندي كمان فيها تقام فيها المهرجانات والمعارض والمعارض الكتاب، فيها جميع أنواع الآثار. كل دي يا ولاد مناطق جذب مين؟ لمحافظة القاهرة اللي هي يتم فيها اختيارها كمحافظة. عندي كمان مشروعات أقيمت في القاهرة للاهتمام بيها أو تنشيطها، زي إيه كده؟ عندي مشروعات زي مشروع عندي حي الأسمرات، عندي كمان السيدة زينب، عندي مخرج الفرج، وعندي أهم مشروع فيهم العاصمة الإدارية الجديدة اللي خففت الضغط عن القاهرة وخففت لي التكدس الكبير الموجود عندي في مدينة القاهرة. عندي كمان ولاد تحديد المواقع العالمية اللي هو GPS. كل ده هناخده بالتفصيل في الحلقة. عندي كمان الحلقة دي ولاد منقسمة إلى جزئين، في جزء الشرح وده اللي هتكلم عنه النهاردة، وعندي كمان جزء خاص بالأسئلة الهامة على الدرس. نبدأ الحلقة بتاعتنا ونشوف هنبدأ فيها. قبل ما ابدا موضوع محافظات مصر، انا عايز اعرف او معنى كلمه محافظه، او يعني ايه المقصود بالمحافظه. انا قلت قبل كده قاره، قلت قاره هي ايه؟ مساحه من الارض بتضم عدد من الدول بداخلها. طب المحافظه على فكره نفس الجمله، بس ازاي بقى؟ بس بدل ما هقول هنا دول هقول ايه؟ هقول مراكز واحياء. يبقى بيقول لي هنا المحافظه هي ايه؟ اهي هي مساحة من الأرض بتضم مجموعة من المراكز أو الأحياء بداخلها، ولكل محافظة حدود اسمها حدود إيه يا ولاد؟ إدارية. يعني إيه إدارية؟ يعني كل ما بين محافظة ومحافظة في فاصل، إحنا بنسميها حدود إيه؟ حدود إدارية، تمام؟ أما لو أنا عندي الفاصل ده ما بين مصر ودولة تانية، دي اسمها حدود سياسية، يعني حدود ما بين دولة ودولة تانية. يعني مثلا مصر وليبيا، مصر والجزائر، مصر والسودان، مصر وليبيا، مصر ولبنان، أيا كان الفاصل، الخط اللي احنا بنشوفه ده أو النقط اللي احنا بنشوفها على صورة خطوط دي اسمها حدود سياسية. أما لو هتفصل لي ما بين مصر أو ما بين القاهرة وبورسعيد، أو ما بين القاهرة ودمياط، أو ما بين بورسعيد وإسماعيلية، ايا كان نوع الفاصل ده، دي بنسميها حدود اداريه اللي بتكون عندي جوه البلد نفسها او جوه حدود بلدي انا. وعشان كده سموها ايه يا اولاد؟ حدود اداريه، اللي هي بتفصل ما بين محافظه ومحافظه. يبقى كلمه محافظه هي ايه؟ مساحه من الارض بتضم عدد من المراكز او الاحياء جوه المكان ده. انا عندي محافظه مثلا اسكندرية أو بورسعيد فيها أحياء ومراكز كتير، فيها أحياء كل حي ليه اسمه أو متقسمة إلى أحياء ومراكز، عشان كده سموها إيه يا أولاد؟ محافظة بتبقى عددها كبير وفيها عدد من المراكز جواها. عدد محافظات مصر يا أولاد 27 محافظة، دي اللي هو إيه؟ محافظات مصر عندي 27 محافظة. إيه هي عاصمة مصر؟ عاصمتها القاهرة، تمام؟ ودي حاجات أساسية لازم أكون أنا عارفها في درس المحافظات.
طيب تعال نشوف كده محافظات مصر. انا عندي اولاد قسموا لي المحافظات بتاعت مصر الى 3 حاجات: وجه بحري وقبلي وحدود. ايه هي محافظة الوجه البحري؟ وايه محافظة الوجه القبلي؟ وايه محافظة الحدود؟ انا لازم اعرف كل المحافظات. انا هديك بعض الامثلة عليها هنا وتعرف موقع كل محافظة فين بالنسبة للقاهرة. طيب ومحافظة الحدود اللي هي ايه؟ اللي بتفصل ما بين حدود مصر ودولة تانية، ودي انا برضو هتكلم عنها. طيب نشوف كده بيقول لي هنا ايه. اول حاجة عندي محافظات الوجه الايه؟ البحري. محافظة الوجه البحري دي اللي هي بتفصل ما بين القاهرة وبين المحافظة الوجه البحري. الوجه البحري يا أولاد اللي هي فين؟ في الشمال، يعني الجزء اللي فوق ده كله، كل اللي فوق ده اسمها وجه بحري، كل الجزئية دي كلها. واديتكم بعض الأمثلة عليها زي ايه كده؟ زي محافظة البحيرة مثلا، زي محافظة الغربية، المنوفية، بورسعيد، إسماعيلية، السويس، كل المحافظات دي، كفر الشيخ، كل اللي في المربع ده اسمها ايه؟ اسمها محافظات الايه؟ البحرية او الوجه البحري، يعني فوق هنا او بتقع في شمال القاهرة فوق بالنسبة للمنطقة دي. يبقى انا عندي محافظات كتير في الوجه البحري: البحيرة والغربية والمنوفية وبورسعيد ودمياط والسويس واسماعيلية، وعندي كمان اسكندرية، كل دي اسمها محافظات الوجه الايه؟ البحري. وانا ذكرت لكم بعض الامثله منها اللي انا ذكرتها دي غير اللي انا قلته كمان. طيب ايه بقى هي محافظات الوجه القبلي اللي هي بتقع تحت او جنوب القاهره، يعني من تحت هنا هبدا فيها من الجيزه اهي، وعندي كمان هنا بني سويف، وعندي هنا اسيوط، وعندي قنا، وعندي الاقصر، وعندي اسوان، كل دي اسمها محافظات وجه ايه؟ قبلي. يعني ممكن يقول لي ايه هي اسوان في شمالها محافظة ايه؟ الأقصر. طيب اللي فوق الأقصر مين؟ بصوا كده معايا، عندي محافظة ايه؟ سوهاج. طب ايه اللي فوق سوهاج؟ أسيوط، وهكذا. يبقى انا اعرف كل محافظة موقعها فين بالنسبة للمحافظات. طيب بصوا كده اولاد، عندي اهو اداني بعض الامثلة زي ايه كده؟ أسوان والمنيا والجيزة. انا لو بصيت هنا على الخريطة انا عندي محافظات كتيرة، انا عندي هنا الجيزة اهي، وعندي هنا أسيوط، وعندي هنا بني سويف، وعندي هنا الأقصر، وعندي أسوان، وعندي هنا اهي، كل دي تحت اهي، دي كلها اللي انا بقوله ده اللي مكتوب عندكم ده، دي اسمها محافظات وجه ايه؟ وجه قبلي. يعني ايه وجه قبلي؟ يعني تحت محافظة القاهرة تحت كل ده اسمها وجه ايه؟ وجه قبلي. طب انا عندي كمان محافظات اسمها محافظات الحدود زي مكتوب عندي هنا، ادي الوادي الجديد اهو، وادي كمان مطروح. طب تعال نشوف كده بيقول لي فيها ايه. يبقى انا كده اتكلمت على نوعين من المحافظات: وجه بحري اللي هو في شمال القاهره وقلنا محافظاتها، وعندي كمان وجه قبلي وقلنا محافظاتها. طب الوجه الحدود بقى اللي هي محافظات الحدود فين هي؟ اهو هم عندي مذكورين ان هم مش كتار، يعني هم مش كتير قوي زي التانيين. عندي هقولها بطريقه ظريفه جدا، بقولها ازاي: شمال سينا، جنوب سينا، البحر الأحمر، الوادي الجديد، مطروح. شفت أنا قلتها إزاي؟ سهلة وبسيطة. هقولها تاني: شمال سينا، جنوب سينا، البحر الأحمر، الوادي الجديد، مطروح. دول اسمهم إيه يا أولاد؟ اسمهم محافظات الحدود. يعني إيه محافظات حدود؟ يعني بتفصل ما بين مصر ودولة تانية. وليكن مثل، هدي مثال، أنا عندي مثلا شمال سينا وجنوب سينا، دول بيفصلوا بين إيه يا أولاد؟ بين فلسطين، عندي هنا مطروح، بين ليبيا، عندي الوادي الجديد، عندي ممكن يفصل ما بين هنا مصر ومين؟ والسودان، وهكذا يا أولاد. يبقى أنا دي اسمها محافظات حدود لأن هي بتفصل ما بين مصر ودولة تانية، اللي هم إيه بقى؟ الخمسة دول: شمال سينا وجنوب سينا والبحر الأحمر والوادي الجديد ومطروح. دول اسمهم محافظات الحدود، ولازم اعرف مكانهم على الخريطة زي ما انا وريتكم كده، واعرف كل محافظة ايه اللي قبلها او ايه اللي بعدها، عشان هو ممكن يجيبها لك في الخريطة ويسألك ايه المحافظة اللي فوق دي، او ايه المحافظة اللي تحتها، او دي وجه بحري ولا دي وجه قبلي ولا دي محافظات حدود. ايا كان نوع المحافظة انا فاهم وعارف المحافظات دي بتتواجد ازاي وموجودة فين. طيب نشوف الجزء اللي جاي او الجزء اللي بعده بيكلمني فيه ايه. بيكلمني عن القاهرة،
ليه لولاد القاهرة هي عاصمة مصر؟ اشمعنى أو بالتحديد ليه القاهرة اعتبروها هي العاصمة في مصر؟ لأسباب كتيرة قوي. أولها إن مصر أو القاهرة بتقع في ملتقى الوجهين البحري والإبلي، يعني سواء كان ساكن في الوجه البحري بيوصل لها وبسرعة، وكمان الوجه الإبلي وبيوصل لها برضو بنفس المكان. طب بتتميز بإيه أولاد القاهرة؟ أول حاجة فيها جميع الوزارات، يعني كل الوزارات فيها، تمام؟ عندي كمان تعتبر مركز تجاري وصناعي وثقافي هام، بها الكثير من المعالم الأثرية. زي إيه كده؟ زي مسجد عمرو بن العاص، صح، وعندي كمان قلعة صلاح الدين، وعندي الكنيسة المعلقة، ودي من أهم الآثار الموجودة اللي بتجذب السياح فيها. هم دول بس؟ لا، أنا عندي حاجات تانية كتير على فكرة. عندي كمان الأهرامات، أهرامات الجيزة، وفي عندي كمان متاحف فيها، تمام؟ يبقى أنا عندي هنا موقعها المتميز، تمام؟ اللي هو بيقع ما بين الوجه البحري والإبري. عندي كمان فيها الوزارة، فيها مركز تجارية وصناعية، فيها كثير من المعالم الأثرية. كل ده أصبحت عندي أولاد منطقة جذب، وتعتبر من أهم أو هي العاصمة، عاصمة مصر في الفترة دي، ومن سنين وهي عاصمة مصر في الفترة دي، لأن أنا قلت ده كمان. طب إيه كمان يا أولاد ممكن أقوله فيها؟ أنا عندي كمان فيها مهرجانات بتتم، زي مثلا مهرجان القاهرة الدولي، وعندي معرض الكتاب. كل دي حاجات بتجذب، لأن معرض الكتاب ده ما بيتمش غير في القاهرة. ممكن تتلاقي ممكن أي حد من أي محافظة بيسافر للمكان ده في المعرض ده عشان يشوف الكتب الموجودة هناك. طيب هم عشان يطوروا القاهرة عملوا فيها مشروعات، غيروا من شكلها تماما، من أحياء كانت شكلها عشوائية إلى أحياء شكلها حلو جدا، وغيروا من شكلها. عملوا مشروعات فيها زي ايه كده اولاد؟ عندي مشروع حي الاسمرات، ده حي او مكان جديد. عندي مشروع تطوير حي السيده زينب، وعندي كمان مشروع محور رود الفرج. كل دول ايه؟ كل دول مشروعات عندي موجوده في مصر، وحيروا منها من عشوائيات الى عماير شكلها حلو جدا، وقدموها وبقى شكلها جميل جدا، وغيروا شكلها تماما. الدولة حاليا عملت ايه يا اولاد؟ عملت عاصمة ادارية جديدة. العاصمة الادارية الجديدة دي لها اهمية كبيرة جدا. ايه اهميتها؟ ان العاصمة دي يا اولاد خففت للضغط على سكان القاهرة، وتقليل الخدمات اللي فيها، لان كل متكدس على القاهرة. لو انا بصيت كده، طبعا دي يا اولاد حي الاسمرات، شايفين شكله جميل ازاي؟ طبعا دي كانت عبارة عن عشوائيات شكلها صعب جدا، غيروها شالوها وخلوها بالمنظر الجميل اللي انتوا شايفينه ده. ده حي من الاحياء اللي تم تغييرها. دي العاصمة الادارية الجديدة اللي بدأوا دلوقتي ينادوا فيها ان هم يتجمعوا فيها والناس تروح تسكن فيها. شكلها خطير فعلا، شكلها جميل جدا. ايه اهمية هذا العاصمة؟ العاصمة دي يا اولاد اهميتها اللي هي خففت للضغط السكاني وتكدس الخدمات في العاصمة الحالية. يعني اخفف الضغط عليها، الضغط السكاني وتكدس الخدمات، ده خلى فيه ايه يا اولاد؟ خلى فيه مكان تاني اقدر اعيش فيه، مش كله على القاهرة، كله على القاهرة العاصمة، لا، انا ممكن اعمل عاصمة تانية واخفف الضغط اللي متكدسين عليها فين؟ في القاهرة. طيب ده بالنسبة لايه؟ للعاصمة الادارية الجديدة اللي انا اتكلمت عنها وايه اهميتها. وده سؤال يا اولاد مهم جدا، هتلاقوه في هيقابلكم في اسئلة كتير. العاصمة الإدارية أنا بستفيد منها بإيه؟ إن هي بتخفف للضغط وتكدس الإيه؟ الخدمات. دلوقتي بقى هتكلم على نظام تحديد المواقع اللي هو GPS. طبعا كتير ممكن تتلاقي بابا أو ماما مشغلينه في العربية عشان يروحوا مكان لسه بالنسبة لهم جديد. ده بيكون عن طريق التليفون، إن أنا بحمل التليفون، لازم التليفون يكون متصل بالنت. GPS أنا بدخل على الموقع وحدد أنا المكان بتاعي، زي ما انتوا شايفين كده في الصورة، اهو التليفون بتاعي ويكون متصل. بدخل على جوجل ماب وأبدأ أحدد الموقع بتاعي واكتب المكان اللي انا عايز اروحه وادوس ستارت. يبدأ جيب لي هو الخريطة كلها، المكان اللي انا عايز اروحه. طيب يا ميس، هو انا بستفيد بايه؟ ده سؤال مهم. جي بي اس ده ايه اهميته؟ ده انا عايز اعرفه. جي بي اس بستفيد منه بايه يا اولاد؟
تحديد اي موقع. على فكرة الموقع ده متصل بالاقمار الصناعية، والاقمار الصناعية انتوا عارفين بتلف كرة الارضية بالكامل، يعني بيقدر يجيب لك كرة ارضية في اي مكان انت عايزه، حتى لو انت في بورسعيد وعايز تروح القاهرة او تروح حتى اسوان، هيجيب لك المسافة والوقت اللي انت هتروح فيه قد ايه، ويجيب لك خط السير كمان اللي انت رايحه. ده بيتم عن طريق اولاد الاقمار الصناعيه، واحنا اتكلمنا قبل كده وقلنا ان الاقمار الصناعيه انا بتصل بيها لانها بتجيب لي الكره الارضيه بالكامل. يبقى انا عندي نظام الجي بي اس ده، انا بستفيد منه بايه يا اولاد، او ايه اهميته؟ زي ما بيجيب لي كده في الاسئله اهميه الجي بي اس، او إيه انا بستفيد منه بايه ايا كان. تحديد المواقع والاماكن عند ادخال اسم المكان، انا بقدر اوصل له عن طريق النظام العالمي اللي هو ايه، بفضل الاقمار الصناعيه زي ما انا قلت لكم، وعن طريقها اقدر احدد اي مكان انا عايز اروحه. يبقى انا كده اتكلمت عن ايه يا اولاد، عن عناصر مهمه جدا النهارده، اللي انا اتكلمت عن محافظات مصر، وعرفنا ان القاهره هي عاصمه مصر لاسباب كتيره جدا، اللي هي فيها الوزارات وفيها الادارات وفيها المعالم السياحيه الموجوده اللي بتجذب اي حد لينا، وكمان قلنا ان في احياء تم بنائها زي حي الاسمرات وحي رود الفرج والعاصمه الاداريه الجديده، وطبعا يا اولاد وحي السيده زينب، وقلنا عاصمه اداريه ده مهم جدا لان هو بيخفف للضغط والتكدس الموجود عندي في القاهره. واخر حاجه اتكلمت فيها جي بي اس، ان هو بيحدد لي اي موقع انا عايز اروحه بطريقه سهله وبسيطه عن طريق الاتصال بالاقمار الصناعيه، ولازم زي ما انا قلت لكم اكون متصل بالانترنت. كده انتهت حلقتي او انتهت الحصه بتاعتنا النهارده في محافظات مصر. اتمنى لكم كل تفوق ونجاح على قناتنا، وتابعونا دايما، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.